خلينا نتكلم عن حملة معانا ونعرف تفاصيل أكتر ونفهم. منورنا دلوقتي المهندس محمود وحيد رئيس الحملة. مساء الخير يا فندم. النور زي حضرتك. اهلا بيك بالتوفيق وسعداء باللي بتعمله. خلينا نعرف اكتر معانا ابتدوا ازاي. هي مؤسسه معانا لانقاذ انسان بدات كمبادره على الفيسبوك، ان احنا لما بنشوف اي حاله مشرده في الشارع بننزل نساعدها، والحمد لله دلوقتي ربنا كرمنا وبقينا مؤسسه مشهره تبع الوزاره السلام الاجتماعي، وعندنا 3 فروع على مستوى القاهرة، وعندنا 6 فرق إنقاذ، وأي حالة على مستوى الجمهورية مشردة نايمة في الشارع إحنا بننزل لها وبنحاول نساعدها على قد ما نقدر. أنتم مخصصين مجهودكم كله للمشردين ولكل من بلا مأوى؟ هي الفكرة إني لما بدأت، يعني الموضوع بدأ إني في حالة كانت موجودة في الشارع وحاولت أساعدها، وما لقيتش أي كيان في مصر بيخدم الفئة دي من الناس. من هنا أنا ومجموعة من الأصدقاء قررنا إن إحنا نعمل لهم كيان ليهم هم بس بخدمة المشردين بلا مأوى، والحمد لله الحمد لله أخذنا ترخيص رقم 1 في تاريخ مصر للمشردين بلا مأوى. مهندس محمود، أنا في تفصيلة وتفصيلة مهمة إن إحنا نعرفها. هل أنتوا اتجمعتوا عشان القضية ديت، ولا الموضوع ابتدى ان انتوا كنتوا عايزين تعملوا خير فانتهى بيكوا الموضوع ان انتوا تساعدوا المشردين؟ لا، هو في مجموعة طبعا انضمت لينا احنا ما كناش نعرفها عشان نعمل خير، وفي مجموعة من الاول احنا اصدقاء وبنعمل خير مع بعض. يعني في مجموعة كبيرة زادت لينا طبعا عن طريق الفيسبوك وعن طريق الناس حابة الفكرة نفسها وحابة تساعد معانا، فدي اللي اتضافت لينا. طيب انتوا بقالكوا قد ايه كنتوا مبادرة على السوشيال ميديا على الفيسبوك وانتقلتوا بقيتوا مؤسسة؟ قعدتوا قد ايه مبادرة الاول؟ احنا قعدنا مبادرة حوالي 2 سنين وبقالنا دلوقتي مؤسسة حوالي 2 سنين برضو، يعني المبادرة كلها بقالها 4 سنين. انقصتوا كم حالة لغاية دلوقتي؟ احنا اتعاملنا مع اكتر من 600 حالة، بين حالات رجعت لأهلها الحمد لله، وبين حالات موجودة معانا في الدار، وبين حالات قعدت معانا وعاشت حياة كريمة وتوفت وكرمناهم دفناهم يعني وكرمناهم وكنا أهل ليهم. المشرد بيكون إلى جانب إن هو ممكن الظروف تكون ظلمته وانتهى بيه الموضوع في الشارع، جزء كبير منهم بيكون عندهم حالة نفسية، يكونوا متضايقين من الحياة والعيشة. هل انتوا بتوفروا رعاية صحية ايضا، رعاية صحية نفسية؟ احنا بنقابل 3 فئات في الشارع، هم فئة المتسول اللي هو قاعد بيشحت، وده احنا مش هدفنا خالص، لان ده بيبقى عنده مأوى وعنده بيت وعنده حياته وهو واخد التسول وظيفة لي عشان يسترزق منها، ده مش تبعنا، عشان بس يبقى في اختلاط ان الناس لما بتشوف حد قاعد بتبلغنا بيه، لا ده مش من هدفنا، لا احنا هدفنا المشرد. المشرد بقى ده نوعين، نوع بيكون مريض نفسي، والمريض النفسي ده برضو نوعين، ده نوع هادي ونوع عنيف. النوع الهادي احنا بنتعامل معاه طبعا وبناخده، وبيكون عندنا رعاية نفسية ليه وعندنا دكاترة وعندنا تمريض بيقوموا تماما على خدمته وعلى رعايته. أما النوع العنيف إحنا ما بنقدرش إن إحنا ناخده معانا الدار، لأن ده بيبقى فيه خطورة على حياته وخطورة على حياة زمايله في الدار. بنكتفي، إحنا برضو ما بنسيبهوش، إحنا بنكتفي إن إحنا نحاول نساعده في الشارع، ننظفه، نجيب له لبس، نجيب له أكل، نجيب له بطاطين، لو في جرح في جسمه نغير له عليه، بنقدم له كل المساعدات اللي نقدر نعملها بس وهو في الشارع، ما بناخدش الدار معاه. بتتابعوه ولا مجرد هي حالة بتساعدوها لمدة يوم وبعد كده بينتهي وبتنقله لحالة تانية؟ لا، احنا بنتابع دلوقتي 240 حالة في الشارع، ده غير الحالات اللي موجودة في الدور بتاعتنا. مهندس محمود، خلينا نقول ان في ناس كتيرة بتسمعنا وفي ناس كتيرة في شارعها في ناس مشردة، يتواصلوا معكم ازاي لو هم حابين ان انتوا تساعدوا الناس دي؟ احنا طبعا عندنا الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك اسمها معانا لإنقاذ إنسان، الصفحة الرسمية، والجروب بتاعنا برضو اسمه معانا لإنقاذ إنسان، وعندنا الهوت لاين بتاعنا ده على مدار 24 ساعة، اي حد حابب يشترك معانا او يساعد معانا او يبلغ عن حالة ممكن يكلمنا على الرقم ده 012-108-108-56، 012-108-108-56، صح كده؟ مظبوط.
صح كده. مهندس محمود بنشكرك جدا وبالتوفيق. شكرا. واخر حاجه عايز اسالها لك، انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مهندس في شركه بترول وعندي شركه نقل سياحي. وعرفت ان انت الى جانب وظيفتك ان انت تلاقي وقت؟ انا بقالي 10 سنين في العمل التطوعي، وده حاجه يعني الواحد بيحس لما بيعملها ان هي بتديله وقت اكتر، يعني ده وقت للروح بقى، للنفس نفسها. انا بشكرك، انا كنت حابب اسمع منك دي في الاخر. نورتني. شكرا. وبالتوفيق، وبالتوفيق اللي معانا وبنجاح على طول يا رب. ما دام انتوا اجتمعتوا على الخير يبقى اكيد 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 ربنا هيكرمكم اكتر بكتير. بشكركم. شكرا.